السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المزايا اللي موجودة في الشتات في الريفت إن أنت مثلا لو عملت شيء جديد أهوت وعايز تنقل حاجة من الشيت ده للشيت دوت، فبكل سهولة ممكن تعمل سيلكت على الشيت اللي أنت عايزه وتبدأ تسحبه للشيت الجديد، وهتبدأ بقى تحطه في المكان اللي أنت عايزه مثلا بالشكل دوت. تقدر تسحب دوت وتختار المكان اللي انت عايز تحط فيه الفيو زي ما انت شايف بالشكل دوت.